ثلاث ملائكة معاهم ثلاث رسائل مكتوبين في سفر الرؤيا بيبشروا الساكنين على الأرض بمجيء نهاية العالم. بص كل واحد فيهم بيقول إيه. الملاك الأول بيقول لك: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان، قائلا بصوت عظيم: خاف الله وأعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. ده بيقول للآباء ترأفوا بأبنائكم، ويقول للأبناء ترأفوا بأبويكم، لأن الأخوات اتفرقت عن بعض وظهر جيل الارتداد العظيم أو الانهيار الأخلاقي العظيم، وبالذات في بلادنا. وأنت على التيك توك بتقلب هتلاقي روح الجهل بقى في المعالي، وروح الحكمة هتلاقيه بقى في القاع. فهنا الله أرسل للعالم عمل الضلال وأغلق عليهم عشان يصدقوا الكذب، لأن هما في الأول رفضوا بشارة يسوع المسيح الناصري على الصليب. فده أول ملاك بيقول للناس: خاف الله وأعطوه مجد، والناس طبعا مش هتسمع صوت الملاك ده. الملاك التاني بقى بص بيقول إيه: ثم تبعه ملاك آخر قائلا: سقطت بابل على المدينة العظيمة، لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. بابل المدينة العظيمة دي صورة للنظام العالمي كله، النظام العالمي الغربي كله، اللي هو مبني على روما القديمة، اللي هو مبني على روما القديمة، مبني على روما القديمة يعني كل الدول الغربية، والرئيسة بتاعتهم اللي انت عارفها في الغرب اسمها بابل العظيمة، أو مكتوب عنها في كتاب سفر الرؤيا في آخر كتاب العاهرة العظيمة. ليه؟ لأنها علمت كل الناس الزنا عن الله أو الابتعاد عن الله. فهنا بيقول لها إيه؟ سقطت إزاي؟ في الملك اللي في الغربي هيتبعه ملك في الشرق، والاتنين هيلتحموا مع بعض في المنطقة اللي احنا عايشين فيها، اسمه ملك الشمال وملك الجنوب. هتلاقي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية أول ما الملكين دول يجوا على بعض، اللي هو العالم هيتقسم نصين، هتلاقي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية دبوا في بعض. هتلاقي في عندنا في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها كل اتنين هياخدوا اتنين، انت فاهم؟ كل اتنين مع اتنين. لو انت بتتابع الأخبار هتعرف ان في أخبار حروب بتمهد لهذه الحروب. فهنا هيخشوا في بعض حرفيا، وفي أمة هتسقط على أمة، والحدود هتختلط على بعض، ويكون يوم فوضى يوم فوضى، لدرجة إن الناس هتصحى من النوم هتلاقي كل حساباتها في البنوك محذوفة، وهيرموا ذهبهم في الشوارع، هيرموا ذهبهم في الشوارع، وهيكون كل المقتنيات بتاعتهم مش هتنفعهم، وهينزلوا في مغاير الصخور والجبال علشان يختفوا من أمام عيون الرب، ويقولوا: يا جبال غطينا واسقطي علينا من غضب الإله العظيم. يا بخت يا بخت كل من آمن بالرب يسوع المسيح، لأنه دخل فلك نوح التاني. أما كل من رفض يسوع المسيح فهو خارج فلك نوح التاني. فأنا بقدم الدعوة ليه: قوم اسرع وما تأمرش بحياتك بمؤامرة خسرانة. لأن التالت بقى هو التجربة اللي هتجرب كل الديانات التلاتة. بيقول لك إيه: ثم تبعه ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم: إن كان أحد يسجد للوحش أو لصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده. الوحش ده شخصية مذكورة في كتاب سفر الرؤيا، زي ما الله في القديم جه في صورة إنسان والعالم رفضه على الصليب وهو أم الأموات، الشيطان هيجي في صورة إنسان في آخر الزمان، والغريبة إن العالم هيقبله لأن العالم بيحب الكذب، وهيعمل سمة عددها 666 مكونة من 18 رقم، 6+6+6 بطاقات رقم قومي على اليد اليمنى، وكل اللي هيضع هذه البطاقات هيكون داخل نظام، ونظام البنوك، ونظام النظام السياسي، ونظام البنوك، والنظام بتاعهم. فكل هيحط هذه السماء، بص الملاك بيقول ايه: ان كل من يضع هذه السماء فهو ايضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت امام الملائكة القديسين وامام الخروف، ويصعد الدخان عذابهم الى ابد الابدين، ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل السماء او عدد اسمه. هنا صبر القديسين، وهنا الذين يحفظون وصايا الله وايمان يسوع. كل من يرفض هذه السمة هيكون ليه حياة أبدية، وكل من يقبل هذه السمة هينزل في الجحيم. دي التجربة العتيدة اللي هتجرب الديانات الثلاثة، يهود مسلمين مسيحيين وصينيين أمريكيين، كل العالم هتجرب، كل العالم، كل هيضع السمة هيكون ليه حياة، كل هيضع السمة هيكون ليه هلاك أبدي مع الشيطان، كل اللي هيرفض السمة هيكون مع الله الحي، وهينول الحياة الأبدية، هينول الحياة الأبدية، هينول الحياة الأبدية. فالوقت قريب، خش فلك نوح التاني اللي هو يسوع المسيح علشان تقوم من الأموات ويكون لك حياة أبدية. أما إن رفضت يسوع المسيح ورفضت هذا الإنجيل اللي هو الكتاب الأصلي لن يكون لك حياة أبدية. الوقت قريب، استعدوا للقاء الله إلهكم، لأن مفيش زمان بعد الزمان، الأيام بتنتهي. وعلى جميع السامعين هذه الرسالة،
انهم يقبلوا هذه الرسالة، لان كل من يقبل هذه الرسالة ينول الحياة الابدية، اما كل من يرفض هذه الرسالة لن ينول الحياة الابدية. احنا في الايام الاخيرة، استعدوا للقاء الهكم.